طيب هذا الجزء الثاني من أول فيديو توضيحي للتمرين الأولاني اللي إحنا بدنا نشتغل عليه بمادة أساسيات تصوير. حكينا إنه هذا التمرين الثاني، طبعاً إحنا عشان نذكركم بإيش إحنا اللي حكيناه بالفيديو الأولاني، هذا اللي هو التدريب على خلط أو تفتيح الألوان بالمي أو بالألوان أو باللون الأبيض. حكينا لكم قسمنا هذا لتخفيف للسكشن، تخفيف الألوان بالوايت بينت، وهذا بالووتر، الألوان الأساسية والألوان الثانوية. بعدين رحنا على الكيوبس، احنا رح نعمل كيوبس وانا مكعبات. هاي المكعبات رح تنقسم، كل مكعب فيه ثلاث اسطح. السطح الاولاني احنا بنخففه مع بالمية، طبعا بنعمل ظل ونور هنا، او يعني بنعمل تخفيف للون او درجات للون عن طريق تخفيف بالمية، هنا بنعمل تخفيف للدرجات عن طريق تخفيف باللون الابيض، وهنا احنا بنخلط اللونين الكومبلمنتري مع بعض، يعني الازرق بنخلطه مع البرتقالي، هنا الاحمر بنخلطه مع الاحمر، هنا الاحمر بنخلطه مع الاخضر، اصفر بنخلطه مع البنفسجي، الاخضر بنخلطه مع الاحمر، ازرق مع برتقالي، وهنا برتقالي بنخلطه مع ازرق. اذا هذا التمرين للكومبلمنتري كلرز. طبعا هاي انتم بامكانكم تقراوها وتشوفوا كيف الـ يعني في معلومات قيمة بسيطة لكنها قيمة، تتحدث عن طرق خلط الألوان والكومبلمنتري، وإيش فائدة إنه كيف اللون يكون ريتش لما إحنا نشتغل بالكومبلمنتري. طبعا هذا التمرين هو رسم برتقالي، وشوف كيف إحنا البرتقالي أخذنا الظل والنور تبعها عن طريق الخلط مع اللون الأزرق اللي هو متمم اللون البرتقالي. تمام، هذا التمرين رقم واحد. هذا التمرين رقم اثنين. هذا التمرين رقم ثلاثة اللي هو simultaneous contrast. simultaneous contrast هو يعني نوع من أنواع التضاد اللوني، وهو بيستخدموه كتير فنانين بالأعمال الفنية تبعتهم، designers كمان بيشتغلوا على هذا الكونسبت، وبنشوف يعني حتى كمان بالميديا، بالفوتوغرافي، بالانيميشن، بالسينما، بنشوف توظيف للالوان بهاي الطريقه. طبعا احنا بنشوف هنا الازرق والبرتقالي، الازرق والبرتقالي هون الكومبلمنتري ماشي الحال. بنشوف هذا الاصفر وهذا البنفسجي، بنشوف هذا الازرق وهذا برتقالي. تمام، بنشوف هذا الازرق وهذا برتقالي، بنفسجي هنا. هاي اذا احنا بدنا نكبرها، طبعا ركزوا ممكن عن طريق التيمز وعن طريق اليوتيوب الالوان ما تكونش كثير دقيقه، فانا بستنى انه انتم الالوان عندكم تكون ادق واكثر، عشان هيك احنا راح نرجع نشرح التمرين هذا بكره ان شاء الله رب العالمين في المحاضره، بس انا عم بعمل هاي لحد ما انتوا يعني تاخذوا فكره عن الاشي اللي احنا بدنا نعمله بكره. هذا بنفسجي وهذا اصفر، هذا ازرق وهذا برتقالي، وهذا احمر واخضر. طبعا احنا بنشوف هاي الدرجات برضو كمان بدنا نشتغل عليها، هاي الدرجات بدنا نشتغل عليها بكره. تمام، اذا هذا التمرين رقم 3. هذا التمرين ممكن احنا نعمله 5 سنتي، يعني نعمله 15 سنتي ب 20 سنتي ماشي الحال. هذا التمرين احنا ممكن نعمله 10 سنتي ب 10 سنتي، يعني او 5 سنتي، خلينا نحكي 5 سنتي، يعني هذا المربع 5 سنتي ب 5 سنتي، هذا ممكن انتم تعملوه 2 سنتي ونص، 2 سنتي ونص اللي هو السطح الثالث، هذا اللي هو العمق ماشي الحال. 5 سنتي ب2 سم ونص، احنا حكينا هاي 2 سم ب5 سم، وهذا كله على بعضه هيك 5 سم ب20 سم، يعني هذا المربع راح يكون 5 ب5 5 ب5 5 ب5. تمام، التمرين الرابع هو اللي هو نعمل احنا لاندسكيب. لاندسكيب ممكن تكونوا انتم احرار فيها، يعني مش شرط تقيدوا بهذا
شرط تقيدوا بهذا التمرين، ما في داعي انكم تقيدوا بهذا التمرين، ممكن تعملوا شيء حر بالنسبه لكم، تعملوا 15 سم ب 15 سم، كل واحد فيهم 15 سم ب 15 سم. تمرين على الالوان الحاره والالوان البارده، الالوان الحاره والالوان البارده. احنا بنشوف هذا كيف خلطنا هنا، يعني طبعا لاندسكيب تلاحظوا انه هاي فيها ثلج، شوفوا كيف الالوان البارده، اوكي شوفوا كيف الالوان، صح كان بعض الالوان الحاره اللي هي برتقاليات وشويه هيك بنيات، لكن بنحس ببرود باللون. برضو كمان هون بنحس ببرود اللون، اللون احمر جدا حار، لكن برضو كمان بيعطينا التون هذا او التمبراليتي او التمبرتشر الدافي. هاي الوان كلياتها بارده، شوف هذا كلياته بارد، هذا برضو كمان في برود بتحسوا. هاي مثلا فتره الصباح، هاي فتره الصباح بتحسوا هاي شوي، يعني هاي مثلا على الساعة 8 الصبح، هاي بتحسوها على الساعة 10 صباحا، هاي هيك بتحسوها الساعة 4 يعني المغرب، لحظة يعني السانسيت، هاي برضو كمان بتحسوها برضو السانسيت، بس ممكن اللي هو الجولدن كولرز هاي او الجولدن تايم، اوكي. فهاي بتحسوها تيمبوراليتيز مختلفة، أوقات مختلفة، مزاجات مختلفة اللون، نفس التكوين على فكرة. برضو كمان في هاي المادة احنا راح نحكي شوية عن تكوين اللوحة، عن تكوين اللوحة نفس التكوين، لكن شوفوا لاحظوا كل لون بيعطيك مزاج مختلف. هذا التمرين الأولاني، طبعا بكرة احنا راح نشرحه برضو كان بالتفصيل، حبيت انه انتو تاخدوا فكرة عنه عشان بكرة تيجوا جاهزين. الأدوات اللي بدنا إياها احنا دفتر A3، دفتر A3 بنفع انه احنا نشتغل عليه كواش، اوكي دفتر ورق ممكن بنفع نشتغل عليها كواش، والالوان القواش، طبعا الفراشة العادية الموجودة معكم. بكرة ان شاء الله بنشرح، عندكم اي اسئلة بنجاوبكم عليها. يعطيكم العافية ونلتقي غدا ان شاء الله.